ሁለተኛው እንደ አይነት ልቀት ማአት ግፍ በደል ስናይ ተሰምቶን ዱዓል እናደርግላቸው ይገባል። ሙእሚኖቹ እንደ አንድ አካል ናቸው። የሌላው ህመም አንተንም ያማሃል። በዛህር ልገይብ በሩቅ ዱዓል እናደርግላቸው ይገባል። አንድ ሙእሚን ሩቅ ላለ ወንድሙ ዱዓ ሲያደርግ መላእክቱ ምን ይለዋል? አሚን ወለከ ምثله። መላእክቱም ዱዓውን አሚን ብሎ ይቀበላል። إني داع فأمنوا أني دعاء درقال لو تقبلوني دعاء لعلامة عائد القرن دعانو اللهم أرينا البشار مشنوقا أو حريقا أو سحيقا أو طريدا مهينا أو قتيلا جفينا أو شريدا لعينا اللهم فتك من فتكاتك الساحقة اللهم غضبة من غضباتك الماحقة اللهم يا من كسر بالفناء ذهور الأكاسرة ويا من قصر بعظمته آمال القياصرة ويا من هتك بجبروته أستار الجبابرة اللهم اهتك ستره واهدم قصره واقسم ظهره وشتت أمره يا رب العالمين اللهم يا كاشف الخوافي ويا مرسل الرياح الصوافي ألحق بشار بالقذافي اللهم أرينا مسحوبا قريبا اللهم مكن السيف من رأسه اللهم اخلأ لباسه حطم أضراسه اللهم انحره بسلاحه واقتله برماحه واغتله في وساحه إنك قدير يا رب العالمين اللهم استجب اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي كل مكان آمين آمين أزعمان